السلام عليكم الخوت، معكم يونس الرسطى. مرحبا بكم في القناة ديالي على اليوتيوب. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، سبسكرايب، بارتاجيو مع اصحابكم، وكيف ما ديما كنقول العز. السلام عليكم الخوت، في بلوك جديد معكم يونس الرسطى عاوتاني. نشوف واحد شويه يتوب. خوت بغيت نفلوغي ولكن كنقطع الشتا. دام مان، ما بقى 3 ايام ديال الشتا ما قديتش نفلوغي، الشتا كطيح. هذه ديال النرويج، دابا خصني نتسنى حتى تصحى شويه ونتحرك. او غادي نستغل الفرصه بما كطيح الشتا، كنشكركم، كنقول لكم شكرا شكرا بزاف. وصلنا 10000 سبسكرايبرز، 10000 ابوني، وغير في شهر ونص. كنشكركم بزاف بزاف، وكنقول لكم بيس. ومن هاد المنبر كنسلم على الدراري صحابي كاملين والقنوات اللي شاركوا الفيديو مع الناس، وليكم نتوما اللي بسببكم باش وصلنا لهذا العدد الكبير هذا. الحمد لله، شكرا بزاف. واول حاجه كنعطي ديديكاس لواحد الدري صاحبي شحال هادي ما شفتو، وحتى هو كما قلت في اللايف يعني مده 10 سنوات تقريبا ما شفتوش، وتا هو كيدير لي فلوغز وعنده قناه واعره واعره بزاف. تا هو راه اكثر من 10000 ديال المشاهدات، وفي الميريكان غادي تفرجوا في الفيديوهات ديالو غتشوفوا شي فيديوهات واعرين وغتستافدوا منه بزاف بزاف. هو اشرف وليلى، ولا اشرف وليلى، هذه القناه ديالو اللي لاحظتوها. فوالا، نعاود نرجع لكم لاباج اوفيسيال ديالو تشوفوها، هي هو ان ال رياكت. شاش غتبان لكم هي هادي، سميتو اشرف، بيسليك من هنا من النرويج، الله يحفظك. وكنشكركم نتوما كاملين على 20، بيسليكم كاملين. غتلقاو الديسكريبسيون ديالو لتحت، ما تخموش ابوني، غتعجبكم 100%، الغارانتي ديالي انا. تشوف واحد شويه يوتيوب. ومع ذلك غادي نخرج نفلوغي واخا كاينه الشتا. Here we go. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. كما كتلاحظوا معنا العشرين كاينه الشتا، وتانا ما مزاقلش نصور انا فلوغ باش ما تبقاوش بلاش. وعدتكم كل يومين ندير فلوغ، وانا دابا معكم في فلوغ، وثلاث ايام مابغاش تحبس. كلشي مزيان على العشرين. كي جاكم الفيديو اللي كان قبل علموني الا بغيتو شي حاجه اخرى، انا معكم. مي ضلات سومبول، انا هو سومبول دابا. شي واحد جبير خلاو ما بغاش يحيدوه. هلال شويه نشوفوا ال20 بيس. وكيما شفتوا ال20 الجو اليوم ما ساعدناش، يعني الشتا وما قديتش نفلوغي برا وهاز باراسول، راكم عارفين. المهم انا طلبي نبغي نتكلم معكم واحد شويه، نقول لكم شكرا بزاف بزاف على ديك 10000 سبسكرايبرز اللي في يوتيوب، وكنقول لكم العز بكم. تحيه لواحد الدراري كنقول له يسير الله يلم الشم ديالك مع الوالده ديالك، وسلم على الوالده ديالك بزاف بزاف. كنسلم على من هاد المنبر اللي السميه ديالو هي ناصر العلوي، كنقول لك اخويا يسير الله يسهل عليك. وكما شفتوا في الفيديوهات اللي درتهم كاملين، الحمد لله دابا غير شهر ونص القناه غاده بخير بكم، نتوما غاده مزيانه. وكنتمنوا تزيد تكبر القناه باش تولي عندنا حتى حنا صوت
في المغرب، وتحنا يعني نبينو بان لي فلوجرز المغاربه راه ما عندهمش غير فيديوهات خاويين، يعني كتكون ثقافه عامه، الناس اللي باغي كيسولوا كنحاولوا نجاوبوهم في ميساجات. وكيقدروا، حتى الناس كيقدروا بانني زعما كيصيفطوا لي الناس بزاف ديال لي ميساج، وكيقدروا بانني راه بعض المرات ما كيكونش عندي الوقت، كنكون في الخدمه و كنحاول نتقاتل على الوقت باش نلوح لكم فلوج وباش نجاوبكم على الاسئله ديالكم. واغلبيه ديال الناس كيسولوني بزاف، كيسحابهم على قبل عينيه، كيقولوا لي علاش عينك كيديرنا الطياره. انا تزاديت بحال هكا، خلقيت بحال هكا، يعني ماشي شي حاجه اللي دونجورو، يعني شي حاجه اللي خطيره، يعني عادي. انا شرحتها لكم دابا. والخدمه ديالي كما قلت لكم كنخدم في واحد لوطيل في لا كونفرنس، داكشي ديال المؤتمرات، وعاوتاني دي جي. غادي تكون ان شاء الله واحد الخرجه من هنا في الاخر ديال رمضان، دوك الناس اللي ديجا كنت لعبت لهم في درام من في واحد المدينه اللي قلت لكم غادي نمشي عندهم ان شاء الله، نعاود نرجع عندهم، عندهم واحد الحفله كبيره عاوتاني، وغتكون في الاخر ديال رمضان. يعني الخدمه هي اللي غادي نجي المغرب، خاص واحد يجمع شويه ديال الفلوس مع دور، وكنحاولوا نتقاتلوا. ساعات في رمضان هنا في النرويج كما قلت لكم سابقا راه 19 ساعه ديال الصيام، راه ما سهلاش. والحمد لله في النرويج ما كتكونش عاوتاني شي حراره اللي كبيره اللي الواحد ما يقدرش يصبر على الصيام، من نقوله من 3 ونص ديال الليل حتى ال 10 ونص ديال الليل. يعني تخيل من 3 ونص خاصك تبقى صايم حتى ال 10 ونص ديال الليل، يعني كتكون شويه صعيبه. والحمد لله ربي كيصبرنا. وكنبلغ سلامي للناس ديال الغربه كاملين اللي كاينين في الميريكان، صحابي في الميريكان رضوان واشرف. كنسلم عاوتاني على صحابي كاملين اللي كاينين في اوروبا، دي نبيل، صلاح، رضوان. كنعاود نسلم عاوتاني على، حيت الناس ملي كنت كنقول الاسماء ديال لي فان كانوا كيقولوا لي دراري صحابي علاش ما كتقولش لنا البيس ديالنا، وضروري راه نتوما في القلب، راه ديما في قلبي. والعائله ديالي حتى هي، والوالده كنسلم عليها بزاف بزاف، وكنقول لكم نتوما اللي كتبعوني دابا تهلاو في مهمتكم بزاف بزاف، راه هي اللي عزيزه علينا. وكيف ما كنقولوا دائما الجنة تحت أقدام الأمهات، أمك ثم أمك ثم أمك، تهلاو في مهمتكم بزاف بزاف. وأي مهمة كتفرج فيها راه كنقول لكم راكم عزاز عزاز، وهذا هو الهدف ديال القناة ديالي على اليوتيوب، هو العائلة كلها تجمع وتتفرج وتستافد. وحاجة واحدة أخرى كنقول لك، ما تيأش، بقى مكمل في داكشي اللي كتبغي، يا كان موسيقى يا كان في المسرح يا المجال الفني. وكنقول لك ربي كبير وسبحانه وتعالى ما غاديش يخيبك. والناس اللي كيسولوني بزاف على اللي قل من 18 عام اللي خرجوا على برا، ما عندهم علاش يخافوا، لانهم غادي يكونوا لجوء، لانهم تحت السن القانوني، يعني كما كنقول لكم السن القانوني ديال الرشد هو 18 عام. ملي كتجي قاصر، يعني الواحد ضروري ما غاديش يصيفطوك للبلاد، ولا غادي يلوحوك، غادي يشدوك، غادي يدخلوك دار الرعايه، وغادي تدبروا لك واحد العائله تعيش معاهم فيها. وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. والحياه هي هذه، راه كاين اللي ما مسهلش عليه الله، وكاين اللي مسكين ما لقاش خدمه وما لقاش باش ياكل في البلاد، علاش لا الواحد ما يجربش الحظ ديالو في الغربه كما درنا حنايا ديال الغربه. حنا اللي بغيناها، هي صعيبه شويه من ناحيه رمضان ومن ناحيه العيد الكبير، ولكن الحمد لله صلة الرحم والفيسبوك واليوتيوب كما كتشوفوا، عطلا لي زابليكاسيون باش تهضر مع والديك وتشوفهم ديريكت. من هاد المنبر كنقول لكم شكرا بزاف لكم، كان معكم يوسف راستا وكيف ما ديما العز. وسمحوا لي بزاف فهاد الفلوغ هذا ما غنديرش فيه السمايات، ان شاء الله الفيديو الجاي الاخر غادي يكونوا فيه السمايات، غنجمعهم كامل ونقول لكم الديديكاس ديالكم كامله. كان هذا غير فيديو قصير لحقاش خاصني ندير ليه المونتاج، وغدا خدام بكري ان شاء الله. كنسلم عليكم من هنا العز. السلام عليكم الخوت، معكم يونس الراستا، مرحبا بكم في القناة ديالي على اليوتيوب. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، سبسكرايب، بارتاجيو مع اصحابكم، وكيف ما ديما كنقول العز.